معكم نادير عندي 30 عام وساكن في الرباط وقرأت في في ديكارت ومن بعد على برا في سويسرا بديت الغناء فاش كانت عندي 12 عام بديت بالسولفاج وبلا من موراها بديت كنقلد المغنيين اللي كيعجبوني بزاف اللي كنديروا لي كوفر و فوالا وعائلتي زعما زعموني باش نطلق الفيديو الاول ديالي ومن مورا عجبني الحال وبقيت كان كنسجل وكنسجل وحتى تلاقيت بالدون بيك اللي درت مع الاغنيه الاولى دي ديالي بالدارجه هنا في في المغرب ومن موراها بقيت غادي درت تيق فراسك راسك مع دون بيك نيت نتي دخلت مع البيك في الالبوم ديالو دي ومن موراها درت الاغنيه ديالي غداره ودابا الاغنيه الاخرانيه اللي خرجت في هاد الاسبوع اللي فات اللي هي بي او بيك البيك هو اللي هو اللي اللي كان البرودكتور ديالي الاول درت مع الاغنيه الاولى ديالي اللي سميتها والو هو بحال هو هو كان البرودكتور ديالي سي ديغ هو تبعني في داك 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 الستيل ديالي اللي هو الار ان بي بالدارجه وحيت ما كانش في ديك الوقيته ما كانش كاع الار ان بي هنا في المغرب وفهمني في الستيل ديالي وعطاني اللي داكشي اللي كنت باغيه وكانت زعما صراحه اكسبيريونس زوينه معاه ولاو دابا المغنيين اللي كيغنيو هاد هاد الستيل هذا بحال اللي كي اللي قراب ليا بزاف عندك رضوان غازير وعندك امينوكس وامينوكس راه عنده واحد الشهره تبارك الله عليه اللي هي كبيره والاغاني ديالو مقبولين بزاف وزعما كيكونسوميوهم الناس وكيبغيوهم دونك دابا ولات زعما دا ولات القضيه دابا زوينه بارابور لهاد الاستيادات الموسيقى ولاو كي كي كيبغيوه الناس و زعما في المستقبل زعما انا راني تايق فهاد الستيل هذا هو اللي غادي ينجح هو الراب بيان اللي هو كاين من شحال هادي يعني انا غادي نقولك لك دا زعما داكشي طاري لي لي انايا اللي هي بديت الاغاني الاولين وغبرت شي شويه وعاود رجعت من مور عام عام ونص ودرت الأغنية عشان غدارة وعاوتاني غبرت ودابا رجعت عاوتاني بالأغنية الأغنية ولكن المرة رجعت ديال بصح حيت عندي واحد لألبوم اللي خدمت عليه وغادي نطلق منه أغنية كل شهرين إن شاء الله دونك باش باش دير مهرجان ولا باش دير شي فيستيفال ولا دير شي سان ولا شي حاجة خاصك تكون ديما بخيزون وخصو يكون عندك واحد الباجاج ديال الاغاني يكون عند... ما تقدر تطلع سيغ سان وتبقى شاد نص ساعه 45 دقيقه انا يعني داكشي ما كانش عندي في الاول دابا راه ان شاء الله في هذا البوم الجديد ديالي اللي خارج غادي يكون عندي لا بوسيبيتي باش زعما ن... ندخل في لي سان وندخل في لي فيستيفال وداكشي ان شاء الله دون بيغ صاحبي وعزيز عليا بزاف حيت عاوني في المو... في الموسيقى في الاول في البدايه ديالي و اون ميم طون باسكو ارتست واعر كيعرف كي كيعرف الراب زعما لي زوريجين ديالو كي كي كيمشي يقلب و, و زعما كيتبع ديك لا طوندونس العالميه اللي في الراب و داكشي و باغي بور مسلم مسلم عزيز عليا بزاف حتى هو في لو ديالو حيت عنده واحد الراب لي كومبليتمون ديفيرون على البيك و لي بارول ديالو واعرين لي بارول واعرين عنده واحد لي تيكست خطيرين والفلو ديالو تا هو واعر دونك زعما بجوجهم عزاز عليا في فل... في ديالهم ما سوقتش شي واحد زعما ولا انا ولا الناس وداكشي غير هو مشهور و فاش فاش كيكون شي واحد مشهور بغيتي ولا ما بغيتيش راه في حياتك كيدخلوا في لافي بريفي ديالك فوالا آه، دونك هذا آه، هو المشكل و و داكشي لي داكشي لي طرا ليه زعما مالوغوزمون سي قول اه فاش كيطيح الواحد عاد الكيك تاعو جناوه دونك اه دونك هذا هو لي هذا هو لي طرا و زعما صراحه ماشي شغلنا وكل واحد يعيش حياته هذا هو لي كاين <applause> يا هاد الضمان هذا راه فيه فيه بزاف ديال ديال المشاكل وفيه بزاف ديال ديال النفاق فوالا الناس كينافقوك بزاف و فاش فاش كتكون ناجح ولا ولا كتلقى واحد الشهرة اللي هي كبيرة كلشي كيكون معاك و نهار كدير شي حاجة شي فضيحة ولا شي حاجة اللي غادا هذا كي كيقلبوا الفيستا دونك او فوالا كي, كي, كي <تس> بحال كيقول لك داك السيرفر اللي كيشد الموجة وكيبقى غادي دونك مالوغوزمون في الدومين هذا راه كاينين بزاف ديال المنافقين و خاص خاص الانسان يدير اتونسيون ويحضر راسو سورتو فاش كيوصل لواحد النيفو ديال ديال الشهره اللي هو اللي هي كبيره خصو يحضر راسو دونك انا راني رجعت دابا بهاد الالبوم الجديد ديالي اللي اللي خدام ليخ... ليخ... عليه مازال اللي سميتو فيلينغز واللي هو الاحاسيس ديالي كانسان وكا ارتست بكاع داكشي اللي اللي عشتو واللي وزعما لي لي زيكسبيريونس لي عشتو داكشي والاغنيه بيا وبيك راه هي الاغنيه الاولى ديال الالبوم خدمتها مع بيتهوفن والاغاني الاخرين هما اللي جايين ان شاء الله يكونوا واعرين دونك خليوكم معايا دخلوا في الانستغرام ديالي نادر اوفيسيال و ستاي ان شاء الله الالبوم راه جاي